10 كويتيين أضحوا بلا جنسية كويتية، من بينهم الداعية الإسلامي الدكتور نبيل العوضي وكل من اكتسبها معه بالتبعية. هذا هو قرار مجلس الوزراء الكويتي المستند إلى مادة من قانون الجنسية الكويتية. ومن خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الدكتور نبيل العوضي قائلا: مهما حصل فلعله خير، وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا معنا مباشرة عبر الهاتف من الكويت المحامي الأستاذ عادل العبد الهادي، أهلا بك معنا في نشرة التاسعة. أستاذ عادل، يعني بحكم تخصصك في المجال القانوني، ما هي قانونية هذا الإجراء؟ هل هناك استناد قانوني واضح في هذه القضية؟ طبعا بلا شك أن القضية تثير يعني الجانب السياسي والجانب القانوني من الكويت. اللي حصل في الكويت أن الحكومة بررت هذا السحب استنادا لنص المادة 13 من قانون الجنسية، اللي هو كل من منح طريق الغش إذا حكم عليه بحكم يعني مخلل بالشرف والأمانة أو من عزل عن وظيفته أو من استدعت المصلحة العليا للدولة أو توافر مسألة تغويض النظام أو تشارك فيها مؤامرة، كلها مسائل جنائية. كان مفترض على الحكومة أن توجه مثل هذه الأمور إلى القضاء. يعني لكن مشكلة لا نريد أن نتحدث هنا عن الذنب الذي اقترف من هؤلاء لعدم وجود بيان واضح كما ذكرت، لكن هل يوجد في الكويت إشراك للمواطن في مجريات القضايا، أم أن الأمر يقف عند خبر الاعتقال والحكم وكفى؟ لا، شوف، يعني في الأمور الجنائية أو غير الأمور الجنائية من حق أي مواطن أو غير مواطن أن يتدخل أمام القضاء ويرفع قضية أو ترفع عليه قضية ويطلع على كل الأوراق بكل شفافية وكل حيادية. وبالتالي ما أعتقد عندنا بالكويت من الناحية القانونية أن الجرائم أو غير الجرائم أو القضاء في شيء من السرية أبدا. الأحكام علنية والقضايا كلها مطلعة للجميع، وبالتالي ما في شيء اسمه في سرية إلا في مبدأ واحد اللي هو مبدأ أمور السيادة، واللي هي متعلقة بأربع مواد أو أربع مسائل: مسألة الجنسية ومسألة دور العبادة ومسألة إبعاد الأجنبي صح. ومسألة لكن سيد عادل، يعني نتفق جميعا أن إعطاء الجنسية هو أمر سيادي للدولة كما ذكرت، ولكن حين سحبها هل يحق للمواطن أن يتجه القضاء؟ شوف، يعني هذه اختلفوا عليها. طبعا صدر حكم من المحكمة وهو حكم ابتدائي بأن القضاء يتصدى لمثل هذه المسائل، لكن أنا باعتقادي أن المسألة ولو أن احنا نعاني من خلل تشريعي بحيث أن في كل دول العالم من تسحب جنسيته يعني لا حق اللجوء إلى القضاء. طبعا الدستور الكويتي لكل الناس الحق اللجوء إلى القضاء، لكن في مسألة سحب الجنسية بالكويت هناك رأيين: رأي قليل يقول أن هي من المحكمة يعني يجب عليها أن تتصدى لمثل هذا الأمر باعتبار أن هذا قرار إداري. الحكومة دائما يعني تبرر أن هذا أمر من أمور السيادة استنادا لنص القانون، لا يجوز اللجوء إلى القضاء. طبعا هناك خلل تشريعي. برأيي أنا هناك أمرين في هذا المسألة. مسألة منح الجنسية أنا أعتقد أن هذا أمر سيادي، يجب على الدولة انك ما تتظلم من قرارها اذا اعطتك الجنسية او ما اعطتك اياها، لكن سحب الجنسية يعتبر قرار اداري بحت، يجوز لك انك تروح للقضاء وتتظلم منه. هذا حال الجرائد، وتفتح الصحيفة. صحيح، امر من امور السيادة تاخذ نفس الشيء. طيب بالنسبة للعشرة هؤلاء، ما هو وضعهم القانوني في البلد بعد سحب الجنسية؟ طبعا الحين وضعهم القانوني يعتبرون انهم خالين الجنسية، اذا معدومين الجنسية، لا وجود لجنسية عندهم، وبالتالي وضعهم راح يكون وضع شاذ. يجب على الدولة ان تراعي مثل هذا الوضع، هل هم راح ينضمون الى سلسلة البدون الموجودين بالكويت وبالتالي تسعى الى تجنيسهم من اول وجديد، او انها تكون المسألة يعني إنشاء هيئة لهم أو إنشاء مكان لهم أو لجنة لهم لترتيب أمورهم القانونية، حيث أنهم يعني باعتبار أنهم بدون لا يقدرون يقادرون الكويت، يعني وين يروحون؟ لا جنسية ولا جواز عندهم، وبالتالي هم موجودين داخل الكويت، يجب يعني مراعاة هذه المسائل. إذن المحامي الإنساني. نعم، إذن المحامي الأستاذ عادل العبد الهادي، شكرا لك، كنت معنا من الكويت.